بسم الله الرحمن الرحيم، قناه مصر تنس التعليم والتنس الارضي تحييكم. احنا عملنا طبعا اكتر المهارات في داخل الشقه او داخل الغرفه. هنعمل بقى المهاره النهارده اسمها مهاره الفولي باك هاند. الفولي باك هاند برده ما يختلفش كتير عن الفولي فور هاند، بنفس برده المهاره هنعملها واحده واحده وداخل الغرفه. وبرده زي ما عرفت انا داخل غرفه عاديه صغيره اهي، وازاي اشتغل مع نفسي الفولي باك هاند. الفولي باك هاند برده هيبدا من، لو تلاحظوا معايا، ريدي بوزيشن اهو، واقف ريدي بوزيشن عادي اهو. ببدا رجلي اليمين بقى اللي هخش قدام دلوقتي، شوف رجلي اليمين دخلت كان في الفولي فور هاند، رجلي الشمال دلوقتي اصبحت رجلي اليمين، وشاف المضرب واخد البلوك بتاعي اهو. يبقى اذا انا بقى واقف ريدي بوزيشن اهو، واقوم داخل واخد بال حضرتك، واقوم مخلص على طول البلوك بتاعي اهو، مخلص الكوره تاني عيدها لك تاني اهو. انا ريدي بوزيشن واقف اهو، واقوم داخل فولي باك هاند، واقوم مخلص الكوره بتاعتي. طبعا تلاحظ ان الكوره في الفولي باك هاند بتبقى ايديا الاثنين ماسكين زي ما اتعلمت برضو الباك هاند العادي بتو هاندز، نفس برضو بتو هاندز. احنا عندنا من ممكن يشتغلوا بوان هاند، ولكن احنا برضو يعني زي ما عودنا اللعيبه يلعبوه يلعب لي الباك هاند بتو هاندز، برضو الفولي باك هاند بتو هاندز بيبقى كويس جدا. اهو تاني رجلي يمين قدام اهي، والبلوك بتاعي اروح قافل على المضرب. ما عندناش باك سوينج، يعني ما اقدرش اعمل كده واروح اعمل كده، نو. لازم المضرب بتاعي واقف على قدامه اهو، واقوم مخلص على قدامه على طول اهو. البلوك بتاعي ببدا من هنا، اقوم هوب هيت بول. طبعا انا هخلصها لك ان شاء الله بالكوره دلوقتي، هعملها لك بالكوره برده قدامي دلوقتي، هتبقى شكلها جميل. هاجي اوريك الكوره بقى ازاي، بس خليك معايا ركز معايا. اهو تلاحظ انا واقف اهو، الكوره بديها لنفسي اهو، واخلص على قدامه، احط الكوره قدامي هنا واقوم مخلص على قدامي. نفس اللعبه تاني هكررها لك اهو مره تانيه. لو تلاحظ انا واقف ريدي بوزيشن اهوت، واقوم رافع كورتي اهيت، واقوم مخلص على قدام. يبقى اذا ادرب نفسي برضه انا من واحد لواحد اهو، واقف ريدي بوزيشن اهو، اروح الاول طالع بالباك هاند رجلي اليمين قدام اهي، واقوم مخلص البلوك بتاعي. طبعا لما اكون معايا كوره احذفها لنفسي على قدام، واقوم مخلص الكوره قدام. هضطر ان انا ان شاء الله هعمله بطريقه سريعه وطريقه سهله جدا. اشكركم، وان شاء الله في مهاره جديده قريب ان شاء الله.